المهندس أسامة حمدي. سيادة المحافظ صباح الخير. صباح النور يا فندم على حضرتك وعلى السادة مشاهدينك الكرام. صباح الخير يا فندم. أهلا بك يا فندم. يعني حضرتك محافظة كفر الشيخ، أحب أن أنا أطمن على الوضع فيها لأنها تعتبر كتلة تصويتية كبيرة، أيضا يعني من المحافظات الهامة واللي عليها العين خلينا نقول. اسمحي لي ان اشكر حضرتك على هذا الاتصال التليفوني واطمن حضرتك ان احنا عندنا 958 لجنه فرعيه. بالفعل فيها حوالي 2 مليون و200 الف ناخب، اكتر شويه من كده. عندنا كتله تصويتيه فعلا كبيره. عندنا 16 مرشح او 16 نايب بيتنافس عليهم 199 مرشح. عدد كبير، عدد كبير. كم يا فندم؟ كم مرشح؟ كم 100 وكم؟ 199 مرشح. رقم كبير على 16 مقعد. 16 يعني مقعد. بخلاف أربعة طبعا للقوايم، يعني عندنا أربع قوايم بيتنافسوا على أربع مقاعد. يعني تقريبا ممكن نقول ان محافظة كفر الشيخ هتطلع ب 20 مقعد تقريبا، مفروض يطلع منها 20 مقعد. ايوه ان شاء الله. طيب مدى الاقبال، خصوصا خليني اقول انه الحكومة اصدرت بالامس ان النهاردة نص يوم، يعني اعتقد ان الناس خلاص قربت تخلص. يعني احنا بنتكلم في خلال اقل من ساعة الناس هتكون مخلصة عملها وعندها بقية اليوم كله فاضي. اطمن حضرتك امبارح، يعني انا هديك المؤشرات امبارح كده وكده هنقدر نعرف او نتوقع النهارده هيبقى شكله ازاي. اتفضل. احنا حضرتك امبارح كانت البدايه الحقيقه بدايه لا باس بيها في مختلف اللجان في المحافظه، خاصه طبعا من المراه ومن الشيوخ ومن المعاقين. الحقيقه بسجل يعني شكري جدا لذوي الاحتياجات الخاصه انهم فعلا اصروا على النزول، وانا قابلت اكتر من حد منهم في اكتر من لجنه يعني. ايوه. لكن وبرضه طبعا المراه دي ايقونه الثوره وايقونه الانتخابات كلها، دي خلاص دورها اصبح محسوم ومعروف يعني. ابتدت العمليه الانتخابيه في الفتره الصباحيه الحقيقه فيها اقبال متوسط، وبعدين العمليه ابتدت تقل شويه في فتره الظهر. طبيعه الشعب في كفر الشيخ ان هم فلاحين معظمهم يعني او صيادين سمك. على بعض الظهريه حضرتك كان في اقبال كبير جدا الحقيقه بعد الظهر، خاصه في القرى مش في المدن. وبالذات في القرى اللي فيها مرشحين، لان في عصبيات وقبليات انهم فعلا بيدعموا، كل قريه بتدعم المرشح بتاعها يعني. نسبة التصويت اغلقنا امبارح على نسبة تصويت في حدود 17% او اكثر قليلا من كده. في بعض اللجان وصلت نسبة التصويت فيها لاكثر من 30%، لدرجة ان انا بلغني ان في احد القضاة طلب صندوق اضافي لان الصندوق الاولاني اتملى بالفعل يعني. ده اكيد مش في المدينة، اكيد في القرية. بالظبط كده، بالظبط. انا بقول لحضرتك هي القرى الحقيقة، وخاصة القرى اللي فيها مرشحين يعني. مدينة برج البرول الصحيحة كانت من أكثر المدن اللي كان فيها يعني كتلة تصويتية كبيرة، والناس الحقيقة نزلت بضخامة، وأنا بوجه لهم الشكر من هنا على الهوا حضرتك، لأن هم الحقيقة ناس وطنيين جدا، وأكثر الحقيقة من قرية وأكثر من مدينة. النهاردة الصبحية حضرتك الحمد لله يعني إلى حد ما كل اللجان فتحت باستثناء 22 لجنة عندنا من 958 لجنة اتأخروا حوالي نص ساعة، ولكن في اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها جميع اللجان شغالة. متوسط. طب سبب التأخير ايه؟ سبب التأخير ايه يا فندم؟ عارف حضرتك برضو احيانا بيبقى فيه شوية اعاقة في وصول السيد القاضي او المستشار لحد ما يجي. هو النهاردة كده كده كان فيه شبورة جامدة الصبح، يعني خلينا نقول انه الاحوال الجوية برضو الشبورة كانت جامدة الصبح. لكن حضرتك انا بطمنك عندنا في كفر الشيخ الحقيقه الجو دلوقتي يعني اكثر من رائع وممتاز، ولا في امطار ولا في حتى سحب ولا في اي حاجه، الشمس طالعه ومناسب تماما لادلاء بالاصوات يعني. متوقعين ان شاء الله على اخر النهار هيبقى برضه في يعني كتله تصويتيه كبيره هتبتدي تتحرك على اخر النهار بعد الاجازه اللي معالي دوله رئيس الوزراء اداها للموظفين. نتعشى بخير ان شاء الله، وباكد لحضرتك ان نسب التصويت في المرحله الثانيه هتفوق المرحله الاولى بكثير على مستوى بكثير المحافظة. لا هي بص اقول لحضرتك، يعني احنا لغايه دلوقتي في ملاحظه انه ازيد من المرحله الاولى، لكن بازيد بقد ايه، ولا هل فعلا في اقبال؟ احنا لسه مش قادرين نحكم ده، يعني لسه ما عندناش ارقام دقيقه على الموضوع ده. انا ببلغ حضرتك ان محافظه كفر الشيخ امبارح بس 17% وشويه. طيب يعني اتمنى انه يبقى النهارده يعني ممكن نتكلم دي حضرتك لما تقارنيها بنتائج المرحله الاولى في اليوم الاولاني هتلاقي ازيد بكثير. طب وان كويس. شاء الله بكره اعتقد هتبقى الامور افضل يعني ان شاء الله. لا على بالليل، على بالليل احنا النهارده سهرانين بفرز بقى. احنا لسه هنستنى لبكره ان شاء الله على بالليل. انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس اسامه حمدي محافظ كفر الشيخ. ديما